تحسين ظروف التمدرس بالمناطق النائية بات ضرورة حتمية عبر مختلف بلدية تتبسى، على غرار المدرسة الابتدائية مسعي جواد ببئر مقدم. فبفضل خزان الغاز البروبان أصبحت التدفئة موجودة والوجبات الساخنة متوفرة. المدفأة هذه حرارتها مرتفعة، باهية، ندفوا لها مليح. كنا قبل نقرب المعطف كانت ظروف قبل سيئة، وتوا بدت ظروف تحسنت. مشروع تكفلت من خلاله بتزويد 122 مدرسة ابتدائية بمادة غاز البروبان. طبعا هذه المدارس كانت في السابق تستعمل مادة المازوت في التدفئة وتستعمل غاز البوتان في المطاعم المدرسية. اليوم من خلال هذه العملية قضينا نهائيا على استعمال مادة المازوت. كنا نستعمل مادة المازوت وهي تكلفة لحوالي 270 مليون في السنة، لكن عندما ركبنا صبحت المدارس بجاهزة بالغاز البروبان صبحنا في الانخفاض حتى في المبلغ المادي، المبلغ المادي اللي يقص حوالي 70%. 122 مدرسة ابتدائية عبر إقليم الولاية أصبحت مزودة بهذه المادة الحيوية الصديقة للبيئة والأقل تكلفة. ونسعى لتعميم هذه العملية على كل مدارس المنطقة. كذلك فيه جهد كبير فيما يخص النقل المدرسي. استفدنا مؤخرا من 10 حافلات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذلك غادي يتم الاقتناء نتاع 10 حافلات أخرى لتدعيم الحضيرة الموجودة. بوصول غاز البروبان إلى مدارس قرى ومشاتت بسا يكون تلاميذ هذه المناطق قد ودعوا نهائيا ظروف التمدرس القاسية بهذه الولاية التي أضحت أنموذجا يحتذى به في هذا المجال.